وتعالى نتكلم بعد اذن حضرتك يعني نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهوان ب 23 ميداليه مختلفه في البطوله العربيه يعني استضافتها مصر مؤخرا وتصدرت من خلال هذا الرقم المشهد منهم حوالي 12 ميداليه ذهبيه لو انا مش غلطان فاكيد هذا النجاح المدوي ما جاش من فراغ فنعرف حضرتك بقى ملابسات تنظيم مصر لهذه البطوله وكواليس التدريبات اللي يعني والاستعدادات اللي كانت قبلها هو طبعا موضوع البطوله العربيه يمكن عليه ضغط كبير جدا من الدول العربيه لانه كونه هو يتنافس على ميداليه في مصر وضد الفريق المصري الحصول على ميداليه من الفريق المصري دي حاجه كبيره جدا بالنسبه للدول العربيه احنا يمكن استعدنا استعداد كبير جدا بمعسكرات مغلقه على اللاعبين وبدانا نخوض هذه المنافسات يمكن احنا كان لنا الحظ الحمد لله بالحصول على 23 ميداليه متنوعه 12 ذهبيه وبالتالي الدوله التي كانت تلينا ساعتها اربع ميداليات ذهبيه احنا تصدرنا بالذهب واستكملنا المشوار بالحصول على الدرع العام للبطوله العربيه ودي حاجه كانت ممتازه جدا لانها كانت محطه من محطات الاعداد لطوكيو قبل السفر مباشره طب لو حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات اللي قبل اي بطوله وقبل المشاركه وفكره كمان الاستعدادات الصحيه لان احنا عندنا طبعا مشكله كوفيد وغيره ودي اثرت على العاب كتيره جدا ورياضات كتيره جدا ومشاركات بالارقام كمان فطمنا حضرتك على النقطه دي الاول احنا طبعا عندنا تعليمات من الاتحاد الدولي للرمايه وعندنا تعليمات من وزاره الصحه المصريه طلعنا هذه التعليمات ونفذنا هذه التعليمات بالفعل سواء بالفحوصات المستمره انه كل 72 ساعه فحص بي سي ار وفحص اخر قبل مغادره الوفود عشان يستطيع المغادره من القاهره والوصول الى بلده. ده الجزء الخاص بالفحوصات، الجزء الاخر لو كان في اي حد وجدنا عنده كورونا بيتم العزل وتقديم العلاج الكافي واللازم على نفقه جمهوريه مصر العربيه بصراحه كان في يعني دعم قوي جدا من وزاره الصحه ووزاره الشباب في هذا الموضوع وبالتالي كان عمل سمعه كبيره جدا لانه اي مسابقه مماثله خارج مصر بتتحمل الدوله اللاعبين الخاصين بها لكن احنا في مصر تحملنا هذا الموضوع والحمد لله ما كانش عندنا حالات يعني تذكر ويمكن حاله او حالتين وتم عمل تحليل اخر وطلعت الحالات ايجابيه بعد كده سلبيه بقى بعد كده ولا سلبيه بعد كده. تمام كويس حلو قوي